السلام عليكم إخواني الأعزاء، أصدقائي أحبائي، مرحبا بكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك في حلقة جديدة من برنامج مسار طائر. الإخوان كما كتعرفوا كما شفتوا في الحلقات اللي تفرجوا في الحلقات ديال السابقة ديال مسار طائر، فهو عبارة أو نسخة من برنامج مسار مولوع، فقط أن في مسار طائر نتكلم عن قصة البطل الحقيقي كما قلت، كما كنسميه هنا اللي هو الطائر. فان شاء الله هذه الحلقه غادي ندوي على واحد الطائر اللي يعني ما دوز في الساحه الولاعيه بزاف، ولكن بصمد البصمه ديالو وعنده واحد القصه يعني طايفه زوينه صغيره، وغادي ديال واحد المولوع اللي هو غادي نسمعوه ان شاء الله ملي غادي نقدموا ولا ملي غادي نهضر على الطائر في القصه ديالو. إذن نشوفوا جميع ونسمعوا جميع القصة ديال هذا الطائر والمسار ديالو. السلام عليكم مرة أخرى على قناة علي تي في ماروك. كما قلت لكم في التقديم إن نحن غادي نهضر لكم على واحد الطائر اللي ما طولش بزاف في الساحة الولاعية، ولكن بصم البصمة ديالو. أولا وقبل كل شيء، هذا الطائر فهو من صنف الحسون، وهو ديال المولوع الخلوق ديالنا والصديق ديالنا والصديق ديال الجميع، الموالع اللي كيعرفوه الناس كيعرفوه في الساحة الولاعية، اللي هو محمد علي أودغني ابن مدينة الدار البيضاء. فبطبيعة الحال هو غني على التعريف، بطبيعة الحال ما غندويش على علي بزاف لانها ماشي حلقة برنامج مسار مولوع، وانما غادي نهضر على الطائر ديالو اللي عنده واحد القصة زوينة وبسيطة وطريفة. اذا الاخوان كما كتعرفوا حنا الهدف ديالنا هو ماشي البيع والشراء، وانما غير يعني ارشيف ديال الطيور ديال المنتوج ديال الساحة المغربية الولاعية. إذن الإخوان فنبداو بصل هذه القصة ديال هذا الطائر اللي غادي نوريكم دابا، والطائر هو هذا اللي غيبان لكم على الشاشة. إذن الإخوان الطائر هو هذا، وكيف ما كيبان لكم دابا غتعرفوا حتى مول الطائر اللي هو محمد علي أودغني ابن الوفاء. فعلى الشاشة كاين طائر وكاين مولاه اللي هو علي بن عليصر، فهو في مباراة ديال الفينال. على كل حال، إذا الإخوان هذا الطائر هذا القصة ديالو فهي بسيطة جدا. القصة ديالو غريبة أو بسيطة كما قلت لكم. فهاد الطوية هذا فعلي أودغني أولا وقبل كل شيء مشى، كان عنده باغي يتولع هاد السنة اللي فات ديال 22، ولكن ما ركزش بزاف على انه يدير يحفظ او يخدم على الحسون، بل قال غادي يخدم على الميستو. واضافه انه ما كانش باغي يخدم كاع داك العام، باغي يدوزو عام خاوي، لانه كان عنده اشغال يعني مسؤوليه، انه خصو كان باغي يتحول من المنزل اللي ساكن فيه لواحد المنزل اخر ديالو، عفوا. فقرر انه ما يخدمش، ولكن كيف جميع الموالع فما صبرش، وقال غادي ندير اولا غنخدم على الهجين. يعني علاش خدا انه يخدم على الهجين؟ بوركيل بريبار واحد الهجين اللي يخدم ليه العام الاخر، اللي هو هذا يخدم ليه اميتر دو شون. فخدا واحد العش وفعلا تحول، وفي خضم داك ديرونجمون ديال لاميناجمون من دار لدار، نتوما عارفين كيفاش كيكون فيها داك الروينه وداك الصداع، وخص يعني خصك تحط كلشي في الدار وترتب كلشي في الدار، يعني هنا هو حط دوك مساته وكيخدم عليهم، ودا عليهم واحد التركيبه اللي هي اللي كتسمى السيديكات، اللي خداها سواء على ما عرفتش على اليوتيوب ما كنتش عاقل، او عطاها لي الصديق ديالو، ولكن حط فيها واحد البصمه ديالو ان السيديكات لا بارتي يعني لا بارتي يعني جيت لا فينال ديالها كلها حيدها لان ما عجبتوش، وخلى واحد لاباتي اللي هي واضحه وزوينه
وكتحترم الشروط ديال كما كيقولوا ديال الشروط ديال الكوبيه. ولكن اونتخطون فقال لماذا لا استغل الفرصه وندير واحد لو كوبل ديال الحسون باش نخرج منه واحد القرع لعل وعسى. لان هو ما تنساوش لان محمد علي عنده تجربه خاصه وتجربه زوينه فيما هو يعني تفريغ. فقدر يمشي يدخل يمشي للقريعه ياخذ واحد جوج نتاوي ديال القرع صغيرين. فمشى بما انه كان عنده واحد الذكر واحد الجدر كنظن واش روفولي او حلوي، فقال لمالا ندي عاوتاني هاد التجربه ونخدم بروفيسيونيلمون. فكما الموالي مشى خدا الطوموبيله ديالو ومشى للقريعه على ما اظن السبت او الحد، وخدو مشى فين كيتباعو للسوق ديال القريعه فين كيتباعو الطيور، ومشى لقى الجوا اختار واحد لقى الجوا بدا كيشوف بحال بحال الاخوان الموالي، شاف بالشوفه ديالو بانوا ليه جوج، خدا جوج قرع صغيوين ما صغيوينش بزاف، ولكن خداهم وجابهم وخلصهم على اساس نتاوي بجوجهم باش على الاقل تبقى ليه وحده. فخداهم وجابهم للدار، ملي جابهم للدار حطهم وحطهم في القفص ديالهم بجوج وحطهم خلاهم يتشمشوا. المهم بدا معاهم دوك الاجراءات ديال التشماش ديال الماكله ديال يطحن لهم الزوان ديال بيريلا، المهم داكشي اللي كتعرفوا كاملين اللي كنديروا كاملين. فبدا كيبريباريهم، فواحد معاش مات ليه والثاني ما كانش صحيح، يعني انا كنت متبع معاه شويه القصه ما كانش صحيح، كان حتى هو في يعني لا يبشر بالخير اللي هو هذا. ف رغم ذلك هو عنده تجربه حتى هو ديال التعامل مع الطائر المريض، فبقى خدام معاه حتى وقفوا باش انه دا ان ميلونج ديالو من تريلا من جلجلان، المهم دا واحد هو كيخدم بواحد الخليط ديالو او الميلونج كما كيقولوا خاص كيصايبو. فالطويه وقف وبدا كيشمشو كيعومو وقف بخير وعلى خير. وميم طون راه خدام خدمتو مكلف بالمسؤوليه ديالو انه باقي كيقاد الدار ديالو، باقي ديك الروينه يعني عايش فيها كيقاد فيها، ولكن مركز شويه على دوك مساته، كان عنده جوج مساته جوج كره مركز عليهم طالق لهم السيدي ديالو. بقى خدام بحال هكاك، فاذا به واحد النهار خدا داك الطويه داك القريه هذا اللي هو هذا القريه اللي خدا من اللي بقى عايش ليه، كان صغير على هكا هنايا مزيان. وبلا قبل ما ننسى ان محمد علي معروف عليه بواحد القضيه انه كيسمي الطيور ديالو، فهذا سماه سلطان، هذا سماه سلطان. والميستو اللي حفظ اللي كان مع هذا اون باغالي في الحفاظه سماه عنبر. على كل حال فواحد النهار قال لي هادشي كنعاود لكم على الفم ديال اش كيقول اللي عاود ليا علي ودغني. فواحد النهار حطو في الشميشه، ميسو كيحفظ في الكاخون ديالو وحطو في الشميشه في الشرجم عنده الدار، الحسن الحظ ديالو ان الدار ديالو مقابله مع الشمس كتجي في الصباح ومن الصباح وهي كتجي مشمشه، عاودو حطو في الشرجم. يعني من بعد واحد دو سومين ولا طوا سومين ديال انه فاش شراه ولا تقريبا كاع عمو، فبدا كيسمعو فبدا كيسمع تبجغيط، فهو ما تيقش سمع تبجغيط ما تيقش، مشى بحالو بحال الموالي مشى كيتصنط، ربما وقيلا كاع مشى على الكبيه كما كنديرو جميع، بدا كيتصنط سمع تبجغيط ولكن ما يعني ما تيقش. قال هذا ربما تبجغيط داك التبجغيط الخاوي اللي كيكون في المرحله الاولى اللي كيكون في لافاز الاولى ما باينش، قال وقيلا مقطع راه ديال النتوه، لان النتوه كيقولوا بانها كتبجغط متقطع، ولكن عاد زاد تاكد ومع الايام كيتاكد عفوا. فبدا كيتاكد فالطبيب بدا كيبجغط ليه. هنا عيط ليا قال لي علي داك الطويه اللي عولت عليه انه نتوه راه كيبجغط. قلت ليه اخويا ما عليك الا انك تهزو وتدخلو كما كنقولوا ليكول، دخلوا ليكولاج حطوا في الكاخون ديالو
ماشي الكخون غير داك الفونده والجاجه وداك الشيء وحطوا في واحد البلايصه عزلوا ونمسوا بعيد عليه. اظن اذا بداو كيحفظوا بجوجهم، ملي بداو كيحفظوا بجوجهم سير ايام جي ايام بحال كيف ديما يعني كيشارك الولاعة ديالو مع جميع المماليه مع حول المغرب الاصدقاء ديالو. فبدا هاد الطويل جاي كيبجغط والميسو حتى هو جاي كيبجغط لان حفظو اون باراليل. من بعد ملي طيح عنده وصل ديك 5 شهور او 5 شهور اللي هي حوم واللي جميل فعالي أدرني انه كيوثق، لان هانتوما دابا كتشوفوه حتى الصوره ديال القريه عنده واو موثقو فولي جميل فيه انه كيخدم عالي كيخدم ما كيدخلش بزاف كيدخل جوج ثلاثه بحال هكا، ولكن كيخدم بلي فاز كيخدم بالمراحل بالطريقه ديالهم وكيوثق داكشي. غادي كنقول ليه شابو عليها. فملي وصل المرحله الثالثه اللي هي مهمه فاش بدا الطائر هاد القريه اللي هو سلطان بدا كيحط يعني لي بوين سور لي زي كما كنقولوا، بدا كيتسمع فيه يعني الريوس كتسمع فيه واحد لابيل ومقطع شويه كتسمع فيه شويه تبجغيط واحد لابيل وتيمبي وتشيوا، يعني بدا كيوضح ليه انني جوسوي يعني في بدايه المرحله الثالثه نوض يا علي ودرني خدم معايا راني جاي في الطريق، لان ما سمع فيه لا حصول لا والو، يعني داك الشيء جاي تبارك الله الا بغى يسخر لك الله يسخر لك الله. فبدا خدام معاه بطبيعه الحال ما حدو غادي، وملي وصل ديك 5 موا و 6 موا بيان سور كما قلت لكم علي كيوثق، فهو موثق هذيك المرحله اللي قلت لكم اللي هي المرحله الثالثه. فهو هنا غيسمعوه هو هذا في المرحله الثالثه هما كتشوفوه قدامكم. سمعوه ومشجلو مزيان تسمع. اذا كيما كتسمعوا كيبغي يضرب تعويقه كيدير البليبليات تيبداو تشيوي سمعتوها. اذا هاد الفيديو هذا كيوثق الطويل انه سيفيني، انه كونفيرماسيون ديال كما شفتوا هادي انه كونفيرماسيون ديال 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 انه ذكر. فبقى علي كيتعامل مع الطويل جاي 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 غادي مزيان وفرح لي با علي وعلي با علي ناشط اونتخطو. الميستو حتى هو وصل ديك المرحله الثالثه انه بدا كيوضح المسائل ديالو، حتى هو كان عنده ميستو زوين سمعوه الموالي وكان لا حوق لا داو في ستوري. اذا علي هنايا اش دار؟ حاول انه يدوزهم البير الامان من المرحله الثالثه اللي هي لابلاستيسيتي يدوزهم لاكريستاليزاسيون. فاستطاع علي ينجح في هذه القضيه هذه باش انه ملي يدخل 7 شهور ونص او 8 شهور ولا كيخرجوا الجرده اللي عندهم في لا ريزيدونس فين ساكن كيخرجهم جوج بيكيات. انا علي خدم بروفيسيونيل في هذه القضيه هذه، انا كنعرفوا هذه المساله هذه. يعني علي ماشي من النوع اللي كيدخل للمجموعات ديال اللي كيديروا الدروس ولا اللي كيعطيو معلومات في واتساب وما ياخذش منهم شويه شويه. هو في هذه القضيه اي حاجه عجباته كيدونها وكيطبقها باش يجربها. فهو بدا كيخرج نسمع من الماليه كومون يعني كيفاش يمكن توصل الطائر ديالك لبر الامان وكيفاش يمكن تخرج منه داكشي اللي فيه. فبدا كيخرجوا للجرده بالبيكيات كيعطيه بين 20 دقيقه حتى لربع ساعه كيريح قدامه بحال الحكاك، سواء غردو او ما غردوش كيرجع ما كيفوتش هاد الوقيته هادي. عاود كيرجع للمكان ديالو وكيبقى خدام معاهم لو ميم سي دي اللي هو السي دي 4. فمع المده ولا كيلاه مع المده الطويله طلع مزيان ولا كيلاحظ فيه واحد القضيه انه ولا كيضرب منقار مع السلوكه، ثم ولا شويه نيرف، ثم ولا كيضرب لي دوبل تشيو. امتى لاحظ امتى كيضرب هاد المساله امتى كيدير هاد الحركات هادو؟ هو ملي كيكون الميستو الهاجي كيكون كيتكلم. هنا بان ليه الطويل انه طائر كما كنقولوا طائر
باغي كونفيرمي باغي كونفيرمي راسو انه هو صاحب لوكا. فعلي هنايا بما انه كنا بحالنا بحالو ان حنا كنخدمو دائما باش نشوفو واحد الطويه قدامنا اللي هو حسون، فشد الميستو وداو في الكاخون وقلع الميستو وخلاها الطويه كيديه بين بوحدو الجرده يطلعو الشريجه، بقى خدام معاه حتى الطير كونفيرما راسو وكونفيرما التغريد ديالو. اذا من بعد علي كان عنده دائما باغي غير يكسب واحد الطويه هو حسون، ولكن ميستو حاطو باش يشارك في الكونكورات. سبحان الله العظيم، سبحان الله، علي بقى كيخرج داك كيعاود يخرج ميستو بوحدو كيطلع يديه يجيبو معاه باش يحطو يعني كبطل يربح به في المباريات. صافي قال لي يا علي انا غادي نشارك بالميستو ما غنشاركش بالحسون، ربما يهز لي شي عيب ولا شي حاجه، لان كنعرفوا بان الكونكورات كيكونوا فيهم الطيور فيهم دي يعني العيوب فيهم الاخطاء وكيكونوا ابطال، فهو خاف على الطويه. وانت انا كنت نصحته بهذه الطريقه هذيك، قلت له ما تجيب الحسون ديالك جيب ميستو، ولكن شاءت الاقدار انه الميستو ما كتبش ليه يشارك في الكونكور. علاش؟ لان علي اودرني عنده واحد القفص هو اللي صايب ليه ديك السديه، ديك التسديه اللي كنقولوا داك السير مصايبو ليه بواحد السلك عطيطب. هذاك الميستو دخل بين السلوكه ودخل لتحت سميتو، وعلي ما غدش ليه البال لان علي عنده واحد الطريقه انه كل دوجور كيطل كيبدل الماء كيبدل الماكله وكيطلع الطاعي ديالو. فالطير ربما دخل ليه تحت سلوكه قبل ما يشوف سميتو لقاه توفى. وهادو من الاخطاء اللي كيوقعوا فيها جميع الممالي، واخا يكون عنده تجربه كبيره لا بدي يوقع في شي خطا اللي كيردو كيقول انا ما عارف والو. فعلي تقلق شويه وغضب وداكشي، ولكن يعني داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. ففاش قال لي مات، قلت لي صافي ماشي مشكل، الا مات الله يعاونو صافي الله يحمو يجيب الله ما احسن منه. فبدا كيخدم على الطويه ايوا اللي هو الحسون، كمل الخدمه ديالو مع الحسون لا بريباراسيون ديال الشامبيون كما كنقولوا، الى بيان في سا نجح فيها. ما قالش ليا غادي نشارك به في الكونكور ديال المعارف، حتى فاجئني في الكونكور ديال المعارف كيسجل فيه. بدا كيضحك قال لي اخويا علي اسمح لي انا ما باغي نشارك والو، باغي نشارك انايا. قلت له انا شوف الطائر ديالك الله يسخر ليك، غير هو بعدو من هنايا دير الطوموبيل ديالك تشد التوقيت ديالك وديه ومن بعد جيبو، يعني جيبو في الوقت المناسب فاش تحط في البيكي. وهذاك الشيء اللي دار، ايوا دوزنا واحد الكونكور مع المعارف زويون تبارك الله، ضحكنا نشطنا تلاقينا مع الخوت بخير ها مكناس ها القنيطه. المهم هذا هو الجميل في الولاعه، لان كتلاقينا مع الاصدقاء. داز الكونكور داز طويه كلشي بخير وعلى خير. فرقوا لي فيش سال الكونكور، فرقوا لي فيش جاب لافيش ديالو، كانت فيها واحد النقطه ديال 86. بما ان يعني العادات ملي كتاخذ لافيش من الاول كتكون ما مكلاسيش، ولكن انا جالس في لاصال كنتسنى النتائج، حتى جا عندي قال لي عيطوا عليا. قلت لي ما، قال لي لا عيطوا عليا وقع لهم شي خطا ولا شي حاجه، الطائر ديالي مكلاسي. قلت لي بصحه وراحه، انا عولت على الكاتخيام ولا سانكيام، ولكن يفاجئنا بان هاد الحسون الجميل اللي من الاول كونفيرمي راسو اللي هو حسون شوك مخدوم مخود من الكاجوا ما كنعرفوش لوكال ديالو، ضرب الاولى ب 86 نقط وبدون عيوب، والحكم اللي حكمو دو كما كيقولوا دو مستوى زوين في الولاعه والنزاهه، هو مراد العصري ديال مدينه القصر الكبير، المدينه اللي فيها واحد يعني الناس اللي كيولعونا بزاف تبارك الله وكنسلم عليهم من هنا. ثم يعني بهذا النقد هذا، وكان عالي فرح بزاف ما نكذبش عليك، عالي فرح وانت انا فرحت ليه صراحه، الله يكمل عليه بخير. ففرح بزاف وخد هذاك المساله ديال لاكوب وداك الشيء وفرح، وفرحوا وليداتو الصغار فرحوا. فبهذه التكاليف الفينال، ملي التكاليف الفينال سافيدي غادي يشارك في وزان.
ايوا من طبيعه الحال ملي تسنينا الفينال وهي كان دخل عند وقيله البداله ومن بعد خرج ومن بعد خرج وجد على ما اظن جا الفينال قال لي تمشي معايا قلت له ودي بعيد عليا الحال قال لي والو والو تمشي معايا والو قلت له الا مشيت معاك خاص هذاك المقنين ديالك يتكلاصا الا ما تكلاصاش كاينه فالطه قال لي صافي جاتك ومشينا دوزنا نهير مزيان بعدا دوزنا واحد الطريق زوينه كلها ضحك كلها نشاط مشينا للفينال شاك بالطائر ديالو وهاد اللقطه اللي كتشوفوا على اليسار انه كي طايبيش وكيشوف ومكونسونطري راه شاد القفقافه هنا في الفينال عا كيدور الطائر ديالو يعني بحال حطو في المقلة شي حطو في شي مقلة وشعل العافية شعل فيه العافية ملي حط طوية ديالو هذا تشوفوتيني عالي انا اللي صورتو هاد التصويرة لان مبقاش نساني ومكونسونطي كنبغي نقول معاه كيقول لي اسكت اسكت خليني عالي بحال هكا خليتو على خاطرو وداز طوية حكمو الحكم الاسباني لونا وكانوا الطيور مزيانين كانوا الماليع وداز كونكو مزيان تبارك الله كلشي داز بخير وعلى خير جاو النتائج ملي جاو النتائج كنتفاجئوا بان المقنين دار الدوزيام بلاص دار الدوزيام بلاص وها هما النتائج وها هما لوائح تنقيط سلطان هو سلطان فعلا وها هما الجوائز ديالو لا بروميير ولا دوزيام وضرب دوزيام في الفينال تبارك الله وعالي تبارك الله ودغني ما قداتو وزان ما قداتو طريق ما قداتو الدار البيضاء فرحان مزيان وفرحنا ليه كاملين صافي من بعد ما سالينا ورجعنا لكازا كلشي فرح ليه وليداته كذلك فرحوا ليه الجمعيه ديالو فرحات ليه لان باش تكلاصا الاول والثاني في ظرف وجيز كيجي من بعد عمل يعني ديال بصح خاصك تخدم مع الطيور ديالك مزيان جا كونجي ديال الصيف دا مع الطويره الشمال لان خاف عليه ما كاينش اللي يخليه دا الشمال داز شي يومين في الكونجي ديالو طوير جاي يطلع عليه واحد النهار مع الاسف كيعطيهم الماء وكيعطيهم ها هنا هنا يا ربي هنا تخليه مو الفينال تخليه البداله مو الفينال فبقى متبع معاه ولكن من داه للشمال للشمال بحال هكا للاسف ملي حل عليه واحد النهار لقى الطوير ميت عنده الماء ديالو وعنده الزوان ديالو اذا هذه القصه ديال هاد الطويه هذه كنتمنى تعجبكم وها هو قدامكم نسمعوا ليه كاملين وكان طائر انيق يعني كان طائر انيق جميل لا بريزونس كاينه ملي كيبغي يغرب كيكون واقف فوق الوقافه ديالو وطريقه التغريد ديالو ها نتوما اللي غتحكموا على طريقه التغريد ديالو فهمتيني انا ما غاديش نحكم عليها هذا هو اخر كلام ديالي وكنتمنى العلي ودرني الخلف ديال هاد الطائر ان شاء الله مستقبلا وللجميع نخليكم تسمعوا هالطويب وفوجة ممتعة وإلى الحلقة المقبلة إن شاء الله. Thank you.
Thank you.